السلام عليكم. التوتوريال الخاص بالسيربرا فاسكولار ديزيز I will explain it in this video. I will talk about what are the vascular insults that affect the brain and what are their effects. So what are the vascular insults and their effects. السيربرا فاسكولار ديزيز ومن اسمها vascular هي the brain disorder caused by vascular pathology. يعني عندنا فد abnormality in the blood vessel that supply the brain causing brain dysfunction. الميكانيزمز عادة يعني three etiologies أو three mechanisms sorry. إما عندنا vascular occlusion by thrombus أو vascular occlusion by embolism or vascular rupture. Vascular rupture طبعا دائما حتسمعون هذا التيرم لما تاخذون النيورو ميديسن الطب الجمله العصبيه هي كلمه الستروك مصطلح الستروك. الستروك هو a clinical term applied to acute cerebrovascular disease. acute cerebrovascular disease يعني هو يعني الستروك من الترجمه احنا هو الجلطه الدماغيه. الستروك من الترجمه هو الجلطه الدماغيه. ليش هو acute؟ لأنه يبدي within minutes. Within minutes يبدي the presentation. فهو acute vascular أو acute cerebrovascular disease. يعني مريض ما عنده أي مشكلة يقعد الصبح يصير عنده embolism يسد له واحد من شرايين الدماغ ويصير عنده patient presentation of stroke. ف within minutes the presentation يصير. فإذا ستروك هو clinical term not a pathological term, it's a clinical term describe acute presentation of cerebral vascular disease وعادة embolism أو thrombosis ولا embolism more common. يعني إذا نحكي على vascular obstruction ثلاث مواضيع رئيسية هناخذها بهذا المناقشة. الموضوع الأول هو brain infarction الجلطة الدماغية أو الموت يعني موت النسيج الدماغي. ثم حنحكي على الـ brain hemorrhage النزيف الدماغي. بعدين حنحكي على الـ other vascular disease like vasculitis. أوكي فنبدأ بأهم جزء the most common هو الـ brain infarction. الـ brain infarction either caused by ischemia or hypoxia. ischemia أو hypoxia ومثل ما تعرفون hypoxia معناه decrease oxygen supply to the tissue بينما الاسكيميا more general term هو decrease blood supply to the tissue. الهايبوكسيا عادة لها أسباب مثل يعني low partial pressure of oxygen أو فد patient عنده anemia فتقلل الأكسجين current capacity of the blood وبالتالي الدم لأنه قليل الهيموغلوبين فما يوصل الأكسجين بشكل كافي إلى الدماغ. هاي من أسباب الهايبوكسيا. أو CO poisoning اللي هو التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون خصوصا بالحرائق. إسكيميا هنا decrease blood supply إما سبب يعني decrease blood supply either caused by vascular obstruction الوعاء الدموي مسدود أو الوعاء الدموي مفتوح بس دم قليل نتيجة hypotension الضغط الدم الواطي. So hypoxia ischemia lead to infarction. طبعا الدماغ هو العضو يعتمد على جزء يعني two substrate هو الأكسجين والكلوكوز. الأكسجين والكلوكوز بدون هال two substrate البرين ممكن يتعرض إلى infarction يعني موت الخلايا العصبية وبالتالي موت النسيج الدماغي. طبعا الكلوكوز يجي ويا الدم والأكسجين أيضا يجي ويا الدم ولذلك الإسكيميا تسبب both hypoglycemia وhypoxia للدماغ. الإسكيميا اللي حكينا عليها قبل شوية ممكن تكون global يعني diffuse process أو focal يعني involve part of the brain global ischemia and focal ischemia. نجي على الجلوبال سيربال اسكيميا عادة سببها severe systemic hypotension
severe systemic hypertension. كلمة severe يعني ضغط الدم طبعا الطبيعي اللي خلينا نحكي على العالي تقريبا 12، ممكن إذا نحسب رينج 11 إلى 13، لكن هذا الضغط العالي إذا صار 10 يعني نعتبره mild hypertension. إذا صار 6 أو 5 هذا يعتبر severe hypertension. فتصوروا بهذا الضغط الدم الواطي أبو الخمسة أو الستة، الدم ما حيوصل بشكل كافي إلى الدماغ، وبما أنه الدم ما حيوصل بشكل كافي إلى الدماغ، الأوعية الدموية مفتوحة لكن الدم قليل، فحيصير البيشنت عنده هايبوكسيا وسكيميا، هايبوكسيا أند سكيميا. إذا طبعا هنا الكلينيكال اوتكم يعني النتيجه تعتمد على الديوريشن اوف هايبوتنشن، مده انخفاض الضغط. اذا الضغط انخفض لمده دقائق ممكن البيشنت سرفايف يعيش، والبرزنتيشن يكون مجرد كونفيوجنال ستيت، حاله من التشوش الذهني يعني شويه يدوخ يوقع، بس اذا رجع ضغطه يعني يرجع ضغطه إما بعلاج أو من كيفه، يصعد الضغط من كيفه أو يرجع الضغط بواسطة إنه يروح للطوارئ، أنتو محلول ملحي، صعد ضغطه ممكن الـ patient survive. هاي طبعا within minutes، within minutes الحكي لازم. لكن إذا استمرت الإسكيميا لأكثر من يعني خلينا نقول ربع ساعة 20 دقيقة أكثر، هنا الـ patient ممكن يكون معرض إلى الموت، brain death، يموت الدماغ، فتقريبا الإنسان يموت. الإنسان يموت. ليش أقول تقريبا؟ أنتم سامعين بحالة الموت السريري. حالة الموت السريري إنه الدماغ ميت ولكن القلب يعمل، هاي حالة الموت السريري اللي تسمعوها دائما، الموت الكلينيكي أو الموت السريري، إنه الدماغ ميت لكن قلب المريض ينبض. هنا حتى يعيش المريض عنده فرصة واحدة، تحطوه على جهاز التنفس الاصطناعي، لأنه الدماغ مسؤول عن التنفس لكن ما مسؤول عن ضربات القلب، لأن القلب يعني من الطلعة من الجسم الإنسان يشتغل من وحدة ما له علاقة بالبرين، لكن الريسبيريشن الشهيق والزفير التنفس يحتاج إلى البرين. فإذا البرين ميت طبعا تحتاج تتنفس، شلون تتنفس؟ يحطون المريض على الميكانيكال فنتيليتر، جهاز التنفس الصناعي. أوكي، هاي just an extra information for you. فإذا إذا استمر انخفاض الضغط لفترة بسيطة دقائق ممكن ال patient survive، لكن إذا استمر فترة طويلة لا يموت. تعرفون أنتو بالدماغ أكو خلايا عصبية للنيورون وكل glial cell اللي هي الخلايا الساندة وكل مايكرو glial cell. أول خلية تموت بالإسكيميا هي النيورون، واللي هي the functional unit of the brain، يعني هو اللي يعز العصبية عن طريق النيورون مو الجلال سيل. فأول خلية تموت هي النيورونز، ما عندها قابلية تتحمل الاسكيميا، لكن الجلال سيل ممكن تتحمل الاسكيميا بس بعدين طبعا أيضا تموت، بس أكثر مقاومة للاسكيميا الجلال سيل اللي من ضمنها الأستروسايت والأبنداموس سيل والأوليغودندروسايت. The most susceptible site in the brain للإسكيميا هي البيراميدال سيل اوف هيبوكامبس اند نيوكورتكس اند بيركنجي سيلز اوف سيربلم، هي هاي اول مناطق تتاثر بالجلوبال اسكيميا وتموت. grossly او microscopically يعني بالعين المجردة من يموت المريض نتيجة اسكيميا ونشرح الدماغ، نلاحظ الدماغ بالبداية يكون منتفخ، يعني إذا شرحنا دماغ واحد ميت يعني نشرحه وراء فترة بسيطة من موت المريض due to global ischemia، نلاحظ الدماغ منتفخ أوديما. الأوديما شلون تبين؟ إنه الجايراي منفوخة والسالكاي نارو، يعني إذا تشوفون إذا تلاحظون الأخدود ماكو سليت لاك صاير، شق عبالك ليش؟ because of the أوديما، فالجايراي تنفخ والسالكاي نارو. هاي الأوديما سببها الـ blood brain barrier يتأثر بالإسكيميا فيقوم يعبر السوائل. بالنسبة للتشينجز اللي حتصير بالبرين، إذا تتذكرون بالمايوكاردال انفاكشن جلطة القلبية كنا نحكي بالأوقات،
يعني بفلان يوم اكو فلان تشينج، بفلان ساعه اكو فلان تشينج. بيلي برين ذا سيم ثينج، بيلي برين ذا سيم ثينج. نقدر نقسم الستيجز اوف سيربرال انفراكشن الى 3 ستيجز. الاولى هي الاكيوت، السب اكيوت، والمرحله الاخيره هي الريبير. الاكيوت تشينجز تستمر تقريبا يعني 24 ساعه، 24 ساعه. ونلاحظ بهاي المرحله ريد نيورون، ريد نيورون شويه بعيده من بينه، ريد نيورون. ريد نيورون اذا تذكرون باول محاضره عباره عن ديد نيورون كاركترايز باي بيكنوتيك نيوكلياي وسيتوبلازميك ايوزينوفيليا. ريد نيورون. التشينج الاخر اللي يصير بالاكيوت تشينجز، التغيير هو انفلتريشن اوف نيتروفل، مثل ما تعرفون لانه ديد تشو، فاول خليه تجي انفلاميشن حيصير هو النيتروفل، filtration of neutrophil، هاي blood vessel وهاي neutrophil تطلع من يمه دا تروح لل area of infarction. ال subacute changes، المرحلة الثانية subacute changes، هاي تبدي وراء 24 ساعة وتستمر أسبوعين، وبيها يصير necrosis of the tissue، يعني الخلايا العصبية وخلايا الجلال سيل تموت، فتجي يصير necrotic tissue، فتجي neutrophil تلقي انها ما لها ذاك الدور، فتستدعي المايكروفيج. تجي المايكروفيج بالسبكيوت تشينج، تجي وظيفة المايكروفيج انجلف، انجلف ذا سيلر ديبريس، لأنه هاي الخلايا الميتة لازم تخلص منها الجسم، لأنه مواد بها مواد سامة للجسم، فتخلص منها الجسم عن طريق الفاجوسايتوزيس باي مايكروفيج، فتجي المايكروفيج انجلف ذيس سيلر ديبريس. بالإضافة إلى الانفلتريشن أوف مايكروفيج حتجي الجلال سيل اللي هي الأستروسايت، يصير بها بروليفريشن، وقلنا البروليفريشن اوف استروسايت سميناه اجلايوسيس، اجلايوسيس اجلايوسيس حتى تحيط منطقه الانفاركشن، لانه تعرفون الاستروسايت مسؤوله عن بروديوس فايبرستيشن ذا برين، بالباقي اجزاء جسم الفايبروبلاست، بالبرين المسؤول عن تكوين السكار تيشو هو الجلال سيل استروسايت. فاذا السبكيو تشينجز نيكروزز مايكروفيج اند جلايوسيس تستمر أسبوعين. بعد الأسبوعين تبدي المنطقة هاي تصغر، تختفي تصغر، فيصير area تبقى على شكل cystic area، cystic area بيها خلايا قليلة، فلاميتر سيل قليلة، ويحيطها الجلايوسيس، هاي كلها astrocyte proliferation glyosis. فورا أسبوعين تبدي هاي changes resolve، يعني اللي هي الفاجوسايتوزيس، والجلايوسيس يبقى هو الباقي، يعني اخر تشينج. فاذا اخر تشينج بالمرحله الريبير هو الجلايوسيس، هو الباقي جلايوسيس اندر اوف تيشو لوس. هاي فيما يخص الجلوبال اسكيميا. اذا الجلوبال اسكيميا ديفيوز بروسيس وسببها سيفير سيستميك هايبوتنشن. اكو تيرم هو حيمر عليكم بالكتاب، هو الووتر شيد انفاركت. شنو ووتر شيد انفاركت؟ هو عبارة عن تريانجولار اريا، تريانجولار اريا منطقة مثلثة او ويت شيب مثل وتد، between the distal branches of the arteries. شنو distal branches؟ يعني خلي اشبه لكم اياها، هذا عندكم الانتير سيربال ارتري، خلينا نعتبره هو يشاري اقرب لكم اياها مثل البوري اللي بي مي، بوري أبي، ويطلع منه فروع، يطلع منه فروع. آخر المناطق البعيدة عن هاي الفروع هي هاي occur at the watershed area، watershed area هاي المناطق البعيدة عن فروع الانتير سيربال أرتري. نفس الشيء هنا الميدل سيربال أرتري بفروع، يزودون كل هالمناطق، لكن أبعد منطقة هي هاي المنطقة. فهاي المنطقة البعيدة بالنسبة لل branches of anterior cerebral artery والmiddle cerebral artery، أو بين الmiddle cerebral artery والposterior cerebral artery، هاي المناطق البعيدة عن ال branches of these arteries نسميها ال watershed area. وهاي ليش مميزة؟ لأنه susceptible to ischemia، susceptible to ischemia، يعني إذا صار any obstruction أو hypotension بهالمنطقة، أول مناطق تتأثر المناطق البعيدة، لأن هنا على الأقل ممكن أكو دم،
بس هنا هي أصلا مناطق بعيدة عن الميجر برانش. فهي ال watershed infarct. Infarction occur at the most distal part of arterial branches. نجي خلصنا من global ischemia، نجي على focal cerebral ischemia. من اسمها focal cerebral ischemia يعني أكو منطقة من الدماغ حتتأثر. ليش هالمنطقة الدماغ حيصير بها ischemia؟ لأنه the branch of the artery that supply this area is occluded. إذن السبب هنا cerebral arterial occlusion مو hypotension. cerebral arterial occlusion إما by embolism أو thrombosis يعني خثرة دموية تروح تسد شريان أو فرع من الشريان، فها المنطقة اللي تزود بهذا الشريان حتموت، فذاك يصير تكون focal cerebral ischemia. طبعا الامبوليزم more common than the thrombosis يعني الامبوليك انفاركشن more common than the thrombotic infarction. الامبوليزم من يجي من خثرة دموية بعيدة، يعني الامبوليزم هي خثرة هاجرة، خثرة تنفصل من الخثرة الأصلية وتهاجر إلى البرين. هذا الامبوليزم dislodge blood clot. dislodge blood clot. زين هاي الخثرة من جاية؟ هاي الخثرة صغيرة، وين أصلها؟ أصلها إما بالهارت، الموست كومن سايت هو الهارت. زين ليش يصير عندنا كاردياك ثرومباي؟ مثل ما تذكرون العام بالكارديوفاسكولار سيستم المايوكاردال انفاركشن ممكن يسوي لكم كاردياك ثرومباي، الفاليفيلار ديزيز أو الفيجيتيشن ممكن يسوي لك كاردياك ثرومباي، أو الاتيرال فيبريليشن اللي هو نوع من الأريثيميا ممكن يسوي لكم كاردياك ثرومباي. هاي الكاردياك ثرومباي موجودة بالهارت، ينفصل جزء منها يطلع من الهارت للأيورتا، ومن الأيورتا للكاروتيد، ومن الكاروتيد إلى السيربال أرتريز ويسد الشريان، فيسوي لكم فوكال سيربال اسكيميا then فوكال انفاركشن. زين إذا الامبوليزم the most common site هو الهارت، ممكن يجي من الأرتريز نعم بيا حالات بحالة تصلب الشرايين. تخيلوا اثيروسكلروسيس بالكاروتيد ارتري، اثيروسكلروسيس بالكاروتيد ارتري، واحده من الكومبليكيشن اوف اثيروسكلروسيس هو الثرومبس فورميشن، لانه اكو يصير رابتشر بالليجن اوف اثيروما. اذا تذكرون رابتشر اوف اثيروما يصير ثرومبوزس، فتنفصل من الثرومبوزس جزء يصير امبولا ويروح يسد لكم شريان بالدماغ ونفس النتيجه فوكال اسكيميا فوكال انفاركشن. هل ممكن تجي الخثر من الفين؟ Yes but rare. Very rare. Very rare انه thrombus موجود بالفين يروح للانفير فينا كيفا ثم الرايت اتريوم ويعبر من الرايت اتريوم للليفت اتريوم عن طريق فورامن اوفالي، patent فورامن اوفالي. بعض البشرة تبقى الفتحة ما بين الليفت اتريوم والرايت اتريوم تبقى الفتحة صغيرة وموجودة. هاي الفتحات احيانا تسبب مشاكل، يعني احيانا يعني في معظم الاحيان هي سيمتوماتيك ما تسوي مشكله، لكن اذا بيشت عنده ثرومباي او امبوليزم طالع من الفين ممكن يعبر من الرايت اتريوم للليفت اتريوم، ومن الليفت اتريوم للليفنتركل، ومن الليفنتركل للايورتا، ومن الايورتا للكاروتيد، ومن الكاروتيد للسيربال ارتريز. بس هاي العمليه جدا رير، يعني نادره جدا، وما يصطلح عليه بالبارادوكسيكال امبوليزم. بارادوكسيكال امبوليزم. طولت عليكم اي نو، بس هذا شرح الامبوليك انفاكشن موست كمان. الثرومبوتيك اكلوجن ببساطه هنا الثرومبس انسايد ذا سيربرال فيزل. وليش يصير ثرومبس انسايد ذا سيربرال فيزل؟ بيكوز اوف اثيروسكلروسيس انفولفينج ذا سيربرال فيزل، مثل ثرومبو يعني اثيروسكلروسيس بالميدل سيربرال ارتري. فهذا الاثيروسكلروسيس بالميدل سيربرال ارتري ممكن يسوي لكم ثرومبوزز، وهذا الثرومبوس يسد الام اذا ذا ميدل سيربرال ارتري او واحد من البرانجات الميدل سيربرال ارتري، وبالتالي فوكال اسكيميا. طبعا بالبدايه الفوكال اسكيميا تكون نون هيموجيك انفاكشن لانه ماكو بلاد اسكيميا، لكن اذا هذا الكلوت يعني صار بي لايسس يعني هاي الخثره راحت، او جا كولاترال بلاد فلو. كولاترال يعني مثل شرايين مساعده، شرايين مساعده تنمو من الشرايين المجاوره فتزود المنطقة الميتة بالدم حتى تحاول تنقذها، لكن هاي محاولة الإنقاذ إذا تأخرت شوية يبقى الانفاركشن بس يتحول من نون هيموراجيك إلى هيموراجيك، لأنه بلد يجي
ومدى يستفاد منه المنطقة الميتة، فعبارة عن يصير blood accumulate in the dead area، فيتحول infarction من non-hemorrhagic إلى hemorrhagic infarction. الهيموراجيك انفاركشن اللي هو الجلطة النصفية، يعني هاي المنطقة يزودها الميدل سيربال ارتري، انسدت خلينا نقول بثرومبوس او امبوليزم فماتت، لكن هذا الثرومبوس ورا شوية راح by the action of خلينا نقول anticoagulation system الفيبرونوليتيك سيستم. فهنا الدم يجري مرة أخرى إلى المنطقة الميتة فيسوي هيموراجيك انفاركشن. عادة الهيموراجيك انفاكشن يصير على شكل بيتيكيا، بيتيكيا معناها bleeding spots، نقاط دموية، هذا clinical term، بيتيكيا معناها spots of bleeding، نقاط دموية. طبعا ال blood هذا يصير بي resorption، يعني يمتص الجسم بواسطة الفاجوسايتوزيس، فالمنطقة وراء أشهر تبين على شكل cystic area filled by blood clot. cystic area filled by blood clot. فهذا acute infarction، هذا old infarction hemorrhagic، طبعا hemorrhagic. طبعا أول ما يبدي ال cerebral infarction كالعادة عندكم area of edema، area of edema هاي ال pale area edema، وهاي سببها dysfunction of blood brain barrier. وبعدين صعدكم red neuron، يعني هاي acute changes the same، لأن احنا بدنا نحكي لازلنا ischemia، لازلنا infarction، بس هذا focal، ذاك كان global. ال focal ischemia the same changes، نفس الفكرة، ما عدا طبعا إذا صار ويا hemorrhage، هاي صعدكم blood bleeding، يعني bleeding، بس هنا ما مبين bleeding لأنه بعده non hemorrhagic infarction. فال acute changes تبدي بال edema، وبعدين عندكم red neuron مثل ما تعرفون، هاي كلها ال pale area edema. بعدين الـ subacute changes تجي الـ macrophage engulf. هنا طبعاً تلاحظون الـ macrophage filled by material اللي هو تكون pale، فإذاك يسموها foamy macrophage. foamy يعني مثل الفقاعات الموجودة، هاي الفقاعات سببها إن الـ phagocytosis of macrophage، phagocytosis of lipid by macrophage. من جاء هذا الليبيد؟ من المايلين. وين هذا المايلين؟ المايلين اللي هو انشيث ذا اكزون بالوايت ماتر، اللي انتم تعرفون بالبرن عندنا منطقه جراي ماتر وايت ماتر، فالاكزون انشيث باي مايلين، المايلين برودوس باي اوليغودندروسايت مثل ما تعرفون. فهذا الاكزون مو يموت، المايلين ديستنجريتد فيصير ليبيد ماتيريال، فتجي المايكروفاج انجلفت. فذاك تقول المايكروفاج قسم بها سيلولار ديبريز، قسم بها ليبيد ماتيريال. هذا ايضا من ضمن السبكيوت تشينجز اللي تستمر اسبوعا. وراها طبعا يبدي الجلايوسيس، وراها تصير سيستيكيريا. اذا قلنا اذا صار ريبرفيوجن هيموراج يعني يصير بليدنج، اذا ما صار بليدنج يبقى بس جلايوسيس وسيستيك تشينج. خلصنا الجزء الاول من موضوع السيربرال فاسكولار ديزيز اللي هو كان يختص بالبرين انفاكشن، وقلنا البرين انفاكشن سببها هايبوكسيا وسكيميا، ممكن يكون جلوبال او فوكال. هسه نجي على الجزء الثاني من التوتوريال، هو الانتركرانيال هيموراج، النزيف الدماغي. النزيف الدماغي هنا النزيف الدماغي إلى أسباب. The most common cause هو الفاسكولار وول انجري، انجري تو ذا فيزل وول، إما تروما أو هايبرتنجن. تروما أو هايبرتنجن، تذكرون المحاضرة الأولى ما نسينا تروما، حكينا على السبديورال هيماتوما وابيديورال هيماتوما كنوع من الانتركرانيال هيموراج. زين structural lesion، structural lesion هنا المشكلة ماكو تروما، المشكلة intrinsic يعني داخلية بالفيزل وول، إما أكو انيوريزم، إذا تذكرون كلمة الانيوريزم اللي هو يعني ساك مثل تشيز، كيس دموي بالفيزل وول فينفجر ويسوي لكم هيموريج. هذا وين الكيس؟ الكيس موجود بالفيزل وول، ينفجر فيسوي لكم بليدنج. أو الفيزل أكو بابنورماليتي، يعني abnormal connection، مثلا arteriovenous malformation. malformation يعني مثل التشوه الولادي، تشوه دموي، يعني تشوه بالأوعية الدموية، آسف، تشوه بالأوعية الدموية. فهذا الـ AV malformation يكون susceptible to rupture و bleeding. أو tumors، يعني أكو بعض أنواع من الـ الأورام تكون
highly hemorrhagic مثل glioblastoma multiforme. glioblastoma multiforme اللي ان شاء الله يعني اللي حتاخذوه بسينس تيومر. glioblastoma multiforme يكون hemorrhagic tumor، فهذا يعني ممكن يسبب bleeding by itself لانه هو highly vascular tumor. So the most common cause of intracranial hemorrhage was injury. The least common here is structural lesion with tumors. أول نوع من أنواع الهيموراج هو الـ primary brain parenchymal hemorrhage. Primary brain parenchymal hemorrhage. وهذا usually caused by hypertension. الضغط الدموي. سامعين هو ناس عندهم ضغط. يعني ضغط عالي ما يسيطر عليه، يظل البيشنت ضغط ممكن يوصل 17 ممكن يوصل 20 هذا الضغط العالي، فيقول لك مات المريض، مات لأنه انفجر عند الشريان بالدماغ. هو هذا hypertension, severe hypertension, elevated blood pressure, cause rupture of the blood vessel. وهذا rupture إذا كان in the major blood vessel فيصير severe bleeding فيموت المريض رأسا. hypertension عادة يكون البيشنت mid to elderly يعني تقريبا بالخمسينات بالستينات، ويعاني من أمراض مزمنة اللي هي الضغط. The most common site involved by parenchymal hemorrhage أو hypertensive hemorrhage هي البيزل جنجليا والثلاماس والبونز والسيربيلم. هي هاي المناطق اللي يصير عادة بها الهيمورج due to hypertension. طبعا هنا الأوتكم يختلف. شنو الأوتكم؟ يعني النتيجة. إذا الضغط سبب injury أو rupture of a small blood vessel، وهذا الـ small blood vessel كان كلش صغير tiny، بحيث الـ area اللي involved by hemorrhage صغيرة، طبعا من يصير hemorrhage أكيد حيصير ischemia. يعني أنت تتصور blood vessel انفجر بعد يوصل دم للمنطقة يعني اللي يغذيها، لا طبعا. فهاي خذوها قاعدة، كل hemorrhage وراء secondary ischemia، كل hemorrhage وراء سكندري اسكيميا. كلمة سكندري لأنه مو الاسكيميا هي بحد ذاتها، وإنما أكو اسكيميا due to complication of hemorrhage أو vascular injury. المهم إذا كان ال vessel أو إذا كان ال bleeding small in size shortly duration، المريض ممكن يعيش، ما يصير، ممكن حتى يكون asymptomatic. asymptomatic يعني شنو asymptomatic؟ حتى ما يكون عنده أعراض. لكن إذا كان الهيموريج involve large blood vessel أو يعني صار long duration يعني ظل ينزف فترة طويلة، فهنا طبعا المريض ممكن يموت. مثل هاي الحالة، هذا brain autopsy، هذا brain autopsy، هنا انفجر وعاء دموي كبير، فهنا الدم من هالقد ما نزف شديد عند خطية المريض، الدم ترس الفنتيكولار سيستم. بدل ما الفنتيكولار سيستم filled by cerebral spinal fluid، هنا الفنتيكولار سيستم filled by blood، فصار قد severe hemorrhage، فهنا المريض مات. وهذا عادة بالهايبرتنزف severe hypertension، يعني تلقى الضغط واصل فوق العشرين أصلا. انتهى الجزء الأول من التوتوريال، شكرا جزيلا.